السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الإعلامي أحمد موسى يتحدث عن اللاعب هالاند لاعب السيتي، بيقول لك بيطير 2 متر في الجو، وده حقيقة. اللاعب هالاند هو جاي من دورتموند الألماني في السيتي، وبسم الله ما شاء الله عامل شغل كبير وعالي في السيتي، وهو عاجب الإعلامي أحمد موسى جدا وعجبنا كلنا في الطبيعة. يعني اللاعب هالاند بسم الله ما شاء الله بيعرف يخطف الكرة في الجون مباشر، حاجة روعة وشغل عالي بصراحة. و والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.